فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: منذ سنوات عديدة حججت بطفلين معي، ثم إنه مع الزحام الشديد في طواف الإفاضة خشيت على الطفلين الصغيرين عمرهما أشهر. يقول: لم أكمل بهما طواف الإفاضة ولم يتم حجهما مع أنني قد أحرمت لهما بالحج، هل علي شيء الآن وماذا أصنع؟ نعم، لازم تكمل الحج، روح بهم وتكمل الحج. إذا كان باقٍ عليهم طواف الإفاضة والسعي تروح بهم الآن وتطوف بهم وتسعى بهم ويكمل حجهم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المتمتع إذا تحلل من العمرة هل هو تحلل؟ واللي يضر الناس إنهم ما يسألون وقت ما يحتاجون، إلى راح سنين راح يسأل، هذا اللي يضر الناس. يا أخي عندك علماء في الحرم وعندك مفتين وعندك، ليه ما سألت في وقتها علشان تستريح؟ نعم.